صرحت الفنانة نادية الجندي إن هي سر جمالها ده طبيعي، وإن هي معملتش أي عمليات تجميل من قبل، وده جمالها الطبيعي، وده حاجة ما تتصدقش ولا تدخل عقل يعني، إن ده جمال واحدة في عمر 80 سنة أو في السبعينات تقريبا، عندها حوالي 74 سنة. ده حاجة ما تصدقش إن ده شكلها قد بنت عندها 20 سنة. ده أكيد عاملة عمليات تجميل كتير. وده كان رد الفنانة نادية الجندي، قالت أنا ما عملتش عمليات تجميل نهائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.